ميباس مبيد الحشرات الخطير. واو، إنه لذيذ جداً. أوه لا، البعوض. أوه، أوت، آه، انصرف يا بعوض، انصرف. سائد البعوض الخارق يمكنه التخلص من كل بعوضة. انتهت المهمة. لا شكر على وجهك. لا مزيد من البعوض. هيا ناكل. بطني تؤلمني. بطني. ساعدوني. لقيب لابرادور، يبدو أن الصغار قد تسمموا. ماذا؟ تسمموا؟ إنها أفعى. ماذا؟ لا، لست أنا. قفي هناك. انظر لهذه الأنياب الكبيرة، لابد أنها عضت الصغار. حسناً دوبي، هذه أفعى الجرذان الملكية. نحن أفعى الجرذان الملكية، لسنا سامين. أنا آسف جداً. لا يوجد جراح على أجسادهم. لا أظن أن الذي هاجمهم حيوان سام. إذا لم يكن حيواناً، فما الذي جعلهم يمرضون إذن؟ لنتحرى في مكان الحادث. ما هذه الرائحة؟ بعوض كثير. هيا يا صغار، هل استخدمتم مبيد الحشرات للتو؟ كان هناك الكثير من البعوض هنا، لذلك ساعدنا فرس النهر في التخلص منه. رائحة الكعك مثل مبيد الحشرات أيضا. مبيد الحشرات سام، لابد أنكم تسممتم من الكعك المغطى بمبيد الحشرات. لا، من الخطير جدا على الصغار استخدام مبيد الحشرات. علينا العثور على فرس النهر الصغير. لن يكون هناك أي بعوض هنا. فرس النهر الصغير، فرس النهر الصغير، فرس النهر الصغير، فرس النهر الصغير. لقد وجدته هنا، فرس النهر الصغير. أنا هامستر صغير. أنا آسف جدا، الشخص الخطأ. ساخن جدا، ساخن جدا. ما هذه الرائحة؟ إنه ذيلي المحترق. ومبيد الحشرات أيضا. هناك. بطني. هناك. بطني.
أوه لا! فرس النهر الصغير! فرس النهر الصغير! لنأخذه إلى الطبيب الآن! حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، مبيدات الحشرات سامة، يجب أن تكونوا حذرين عند استخدامها. إذا كنتم مضطرين لاستخدام مبيد الحشرات، غادروا المكان بسرعة بعد البخ. غيروا ملابسكم واغسلوا أيديكم. أيضاً لا يجب رشه على الناس أو على الطعام، لأنه قد يضر بالآخرين وحتى بأنفسكم. رجاءً تذكروا ذلك. المطبخ الخطير. رائحتها شهية جدا. صحن معكروناتنا المميزة. واو، تبدو لذيذة جدا. سيد باندا، معكروناتك رائعة. هذا بفضل خلطة التوابل السرية خاصتنا. خلطة التوابل السرية؟ أجل، الوصفة التي ورثناها أباً عن جد. هذا صحيح. صحناً آخر من فضلك. إذا حصلت على خلطة التوابل السرية فسأكون قادراً على إعداد المعكرونة اللذيذة أنا أيضاً. رائع. صحناً آخر من فضلك سيد باندا. خلطة التوابل خاصتي. ماذا حدث؟ لنذهب ونلقي نظرة. سيد باندا، ما المشكلة؟ نقيب لابرادور، خلطة التوابل خاصتي اختفت. ماذا؟ لقد ورثتها من عائلتي والآن اختفت. أرجوكما سعيان في العثور عليها. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. إذا سرقت فلا بد من وجود أدلة تركت هنا. دوبي، لنفترق وننظر في المكان. اللص هناك. إنه طحين فقط. أثر أقدام؟ يبدو أن اللص اقتحم المكان من النافذة. هذا غير معقول. سوف أمسك اللص. انتظر، قد يكون اللص لا يزال هنا. ماذا؟ انظرا، لا توجد آثار أقدام غادرت المكان. إذا لابد أن اللص لا يزال هنا. لا يمكنك الهروب. لقد أمسكتك. توقف هناك. سيد قرد، لقد كنت أنت. لا، لم أكن أنا. أنا آسف، أردت فقط أن أرى كيف تعد المعكرونة. لم أسرق خلطتك. يمكنك تفتيشي إن أردتم. إذا لم يكن السيد قرد، فمن الفاعل؟ أظن أنني أشم رائحة خلطة التوابل. اتبعاني. أوه؟
الرائحة قادمة من الأعلى هناك. يوجد مطبخ آخر في الطابق العلوي. تعال هيا بنا. طماطم، جزر، فطر، خيار. أنا أفضل طباخ في العالم. واو سيد طباخ. قابل السرية هنا. إنها أتي. بسرعة. انتبهي. علينا إرسالها إلى المستشفى في الحال. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تلعبوا أبداً في المطبخ. يوجد سكاكين وأدوات حادة وماء مغلي وأجهزة كهربائية في المطبخ يمكن أن تؤذيك. أيضاً على الآباء مراقبة أطفالهم عندما يكونون معهم في المطبخ. أوف. غطاء البلاعة الخطير. سلامة أطفال صغار. يقفزون ويمرحون. مرحى مرحى، أين أنتم الآن؟ أنا الأرنبة الصغيرة أين أنت؟ مرحبا، انا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، الارنبة الصغيرة مفقودة ولا يمكننا العثور عليها في اي مكان. ارجوك تعال وساعدنا. لا تقلق يا صغير، سنكون هناك. نقيب لابرادور، كنا نلعب مع الارنبة الصغيرة هنا وفجأة اختفت. لا تقلقا، سوف نجد الأرنبة الصغيرة. صحيح، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. آثار الأقدام موجودة فقط على أغطية البلاعات. هاي أيها الصغيرات، ما اللعبة التي كنتم تلعبونها للتو؟ القفز على أغطية البلاعات. إنها ممتعة. توقفا، القفز على أغطية البلاعات يمكن أن يكون خطيرا جدا. انتبها. دوبي. إنها نتنا. انظروا إلى هذا، إنه شريط الأرنبة الصغيرة. لا تقتربا من غطاء البلاعة، سأنزل لمساعدة الضابط دوبي في العثور على الأرنبة الصغيرة. المكان هنا رائحته كريهة، هذا الطريق مسدود. من الأرجح أن تذهب الأرنبة الصغيرة من هذا الطريق. النفق يتفرع هنا، أي طريق يجب أن نسلك؟ دعني أستمع. أه
هناك طريق. لا، ابقوا بعيدا عني. أيها الأرنبة الصغيرة. ابتعدوا ابتعدوا. لابرادور. لا تقلقي أيتها الأرنبة الصغيرة، سنخرجك من هنا. لا، مياه الصرف قادمة من هذا الاتجاه. هيا نركض. إنها تتدفق بسرعة كبيرة. دوبي، استخدم تلك الألواح. اقفز الآن. يا أطفال، تذكروا، لا تقفزوا أبداً على أغطية البلاعات ثانية، يمكن أن تكون خطيرة جداً. كان الأمر مخيفاً جداً في الأسفل هناك. لن نفعل ذلك ثانياً. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تسيروا فوق أغطية البلاعات في الشارع، ابتعدوا عنها أثناء المشي، قد تسقطون وتتأذون إذا دستم على غطاء بلاعة مكسورة أو بالية، كما أن أنابيب الصرف الصحي المعقدة والغازات الضارة ومياه الصرف والصراصير والفئران تحت غطاء البلاعة ستجعل من الصعب عليكم الصعود إلى الخارج.